هذه اللقطات صورت سرا. هؤلاء أفارقة لاجئون، ما إن وصلنا إليهم حتى أقبلوا إلينا هارعين يحسبوننا أرباب عمل نبحث عن عمال. وراء هذه الأسلاك يعيش اللاجئون إلى حين. تلك الجلود السوداء غطاء يحتمون به من قر الشتاء. ينصبون خيامهم البلاستيكية ودرجة الحرارة هنا دون 11. الأكل والمبيت هنا، بينما العمل فالبعض منهم يبحث عن أي عمل، والبعض الآخر يقصد الطريق ليسأل المارة صدقة أو صدقة، كما هؤلاء الذين هنا من النساء والأطفال. بعدما كان أولئك في بلدهم يعيشون حياة عادية، هم اليوم في حياة قد تقسو عليهم وقد تسلبهم الدفء والحنان. فصل الشتاء يتأهب للدخول وهم يتأهبون لحياة الخيام.